هذا الفيديو بصراحة انتشر بشكل كلش كبير، يعني حتى نجوم عرب شفتهم نشروا هذا المقطع. احنا بدورنا بحثنا عن صاحب الفيديو واليوم هو ويانا، بس خلينا نشوف الفيديو وبعدين نشوف صاحبه ويانا على الهواء. عليكم. المعلومات اللي عندي انه اصحاب هذا الفيديو هم مبدعين، واني ما راح احكي عنهم شيء، اخلي هو الضيف يحكي. ويانا محمد على الهواء، اهلا وسهلا بك محمد. اول شيء عاش صوتكم. الله يسلمك ويعزك. ويعني شنو هذا الفيديو اللي انتشر مثل النار بالتواصل الاجتماعي؟ الله يسلمك. يعني مثل ما ذكرت قبل شوية، مثل ما أكو أشياء يعني الذوق انجرح، الذوق العام صار يعني كأنما نزل هواي، مثل ما أكو هيشي أكو أمثالك، أكو ناس ذواقة، أكو ناس يعني تفهم. وبالخصوص ترى بالمناسبة الجمهور العراقي، يعني العراق هو فنان. نعم. مثل ما يذكرون هواية أنه العراقيين أصواتهم جميلة، العراقيين كذا، كذلك العراقيين صاحبين ذوق. صح. صاحبين ذوق. محمد، محمد إحنا كتبنا عنوان، إحنا كتبنا عنوان قلنا إنه أغلب الشعوب العربية تعتقد إنه الشعب العراقي كله صوته حلو، ماكو عراقي مو صوته مو حلو. صحيح، انا قريت عنوان مالك، عنوانك جميل جدا يعني. الله يخليك. صحيح. ايه.